طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من أون لايف. فشل مجلس الأمن في جلساته التي عقدت منذ قليل في إصدار قرار يدين الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا. وقال المجلس في اجتماعه إنه يرفض مشروع قرار طرحته روسيا للتنديد بالضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على الأراضي السورية. قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الهجوم الغربي على بلاده نتيجة لنجاح دمشق في هزيمة الجماعات الإرهابية بالغوطة الشرقية. وقال الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن إن منظومة الدفاع الجوي السوري تصدت بنجاح للصواريخ الغربية، مشددا على أن بلاده لن تسمح لأي تدخل خارجي أن يرسم مستقبلها. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في مجلس الأمن ممارسة ضبط النفس ومنع التصعيد في سوريا. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بطلب من روسيا لمناقشة الضربات الغربية، أكد غوتيريش أن المزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا تتطلب تحقيقا أمميا. وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية نجاح ضرباتها في سوريا، وقال مدير هيئة الأمن العامة الجنرال كينيث ماكنزي إن الضربات دمرت 3 مواقع حيوية لإنتاج السلاح الكيماوي. وأضاف ماكنزي إنه تم استخدام البحر المتوسط ومنطقة الخليج لإطلاق الصواريخ دون فاعلية من الدفاعات الجوية السورية. وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أفعال الدول الغربية في سوريا غير مقبولة وغير قانونية. وخلال اجتماع مع مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، أكد لافروف أن الغرب لم يقدم أي أدلة على وقوع هجمات كيميائية في دوما. أعربت مصر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد العسكري الراهن في سوريا، معتبرة أنه يهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دوليا في سوريا، مطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن. تتواصل مع زميل أحمد أبو زيد بعد قليل، ولقاء إخباري تالي على رأس الساعة.